دلوقتي هنعمل بودنج الكراميل والبلح والموز، نشوف المقادير بتاعته والطريقة، لأن ده من الحاجات برضو الطرق البسيطة الظريفة اللي بتتعمل من الحاجات اللي ممكن تبقى بواقي وموجودة. نشوف المقادير مع بعض. عندي هنا معلقتين كبار نشا، عندي هنا نص مكيال بلح مقطع صغير، 3 بيضات، مكيال سكر، مكيال ونص كريمة، لتر لبن، شوية عيش بريوش، وممكن جدا لو عيش توست أبيض ينفع. عندي هنا 1 كيلو موز، عندي 1/4 معلقة فانيليا، وعندي حتة جنزبيل. نشوف الطريقة. اديني قلت بشويش، ان شاء الله تتكتب بشويش وتبقى المواضيع باينة. هحط طبعا اللبن. على فكرة انا اللبن ده جاموسي، صديقتي سوزان اسعد بتبعتهولي من المزرعة بتاعتها، وبحب قوي اللبن الجاموسي. معلش بستخدم اللبن الجاموسي بالذات في رمضان، ومع القشطة بقى بتبقى المواضيع جميلة جدا. اللي بعمله دلوقتي ان انا بقشر الجنزبيل كده، اهو كده اهو، وبعدين هقطعه حتت صغيرة كده، وهغلي اللبن مع الجنزبيل. وبعدين كل ده هعمله الاول عشان اوريكم بنعمل ايه. هنحط السكر اللي احنا هنعمله كراميلا، هنحط 3/4 المكيال، ونخلي 1/4 معانا، وهعمل ده كراميل. اسيبه لغايه ما يبتدي يحل، وبعدين هاجي هنا هحط شويه ميه على النشا، حوالي 3 معالق كده، كده اهو. وبعدين هجيب طبق احط فيه البيض، وبعدين هخلطه بالنشا، السكر والفانيليا، هضرب دول كده، هخلطهم ببعض، وهنقرب الشغل بتاعنا اللي هنحطه على النار. قبل ما اقرب الحاجة دي هجيب قالب الخبز اللي انا هعمل بيه، هرص فيه البريوش. وعلى فكرة البريوش ده جاهز، بيتباع جاهز، ممكن تجيبوه، او زي ما قلت لكم التوست. التوست هحط الاول رصة كده، وقرب زي ما قلت لكم ده كل ده على النار، عشان انا هشتغل كذا حاجة. هعمل الكراميل البلح، وهعمل الكاسترد الكريم الكاسترد، وبعدين في الموز في الاخر بقى. هنشيل حتة الجنزبيل. احنا طبعا ممكن برضو نحط جنزبيل ناشف او باودر، بس المشكلة انه لما هنحطه معرفش بيبقى جامد قوي الحقيقة. يعني لو حبيتوا تحطوا مفيش مشكلة، بس الجنزبيل الطازة بيدي طبعا طعم ظريف قوي. شايفين احنا السكر اهو هيبتدي يكرمل، وهنعمل له دلوقتي شغل ظريف قوي. دلوقتي اللي هعمله وانا بضرب، هحط
شوية لبن الأول مع البيض والنشا، بحل الأول علشان ما يكلكعش طبعا لما أحطه على باقي الإناء، وبعدين هشيل الحلة كده وأبتدي أحط أرجع خليط البيض والنشا والسكر للبن تاني مع طبعا التقليب المستمر كده. الله، ريحة الجنزبيل طلعت جميلة قوي قوي، اهو بدأ السكر يكرمل. هنعمل حاجتين في نفس الوقت، ناخد بالنا اجيب الكريمة علشان دلوقتي في خلط هيتعمل، واخدين بالكم تحمير بتاع السكر اهو، وهنا الكاستر اهو. مت دلوقتي قربنا، كله قرب اهو بيغلي، شايفين ده اساسا هو ده الكاستر اللي الناس بتقول عليه. البودرة ده كان ايميتيشن او تقليد للكاستر، بس هو ده الكاستر الانجليزي الاساسي كده. حط فيه، وهنا هحط الكريمة مش كلها، وعلى طول هحط البلح علشان ياخد المية السوائل اللي في الكريمة. على ما تحل هعمل الآتي، هجيب الكاستر ده واجيب الكبشة. الكاستر ده من الحاجات اللي ممكن على فكرة تتعمل ويتزوق بيها حاجات، او تتحط مع الفواكه وتتحط مع اطباق ظريفة كتير. انا بطري طبعا البلح زي ما قلت لكم، مش لازم البلح، مش لازم ابدا ان احنا نبله. هنحط طبقه كده، طبقه كاستر طبعا، وبعدين زي ما انتم عارفين انا ما بعملش الموز الا في الاخر خالص علشان ما يحصلوش حاجه ولونه ما يتغيرش. دي اول طبقه، اهو البلح والكراميل. هشتغل برضو مع الطبق بتاعنا، الطبق بتاعنا ظريف جدا، وزي ما قلت لكم هنعمل حاجه ظريفه قوي. هحط شويه كراميل وبلح، طبعا الصوص ده اللي احنا عملناه اللي هو الكراميلا والبلح بيتعمل ممكن مع اي حاجة، يعني جماله كده، هو لوحده كده جميل حقيقة. نحط كمان عليه موز، دي تبقى شغلانة. هنحط طبق تاني من العيش، ندوس كده اهو. وبعدين
الكاستر وبعدين هحط طبقة موز تاني وعليها الكراميلا والبلح وهدخل في فرن. الفرن هتبقى حارة شوية كده، مش هياخد أكتر من 20 دقيقة، أقل حتى 20 دقيقة، مجرد إن هو يغلي بنقدم الطبق بتاعنا وبيبقى قد كده جميل. دلوقتي بقى هنرش الكراميل كده على الوش بالبلح، حتى يا جماعة لو حاجة بتفور على الجنب كده مفيش مشكلة أبدا، يبقى شكل الطبق راستك كده وشكله ظريف قوي وهو الحاجة طالعة منه، أو يعني من كتر ما هو جميل وسخن الحاجات طالعة منه دي ظريف قوي، بيبقى مفيش مشكلة. زي ما قلت لكم هندخله الفرن لغاية يدوب ما يبتدي يعمل فقاقيع ويسخن كده ويبقى ظريف قوي. درجة الحرارة بتبقى عالية طبعا علشان ده ما بيحتاجش لتظبيط في درجات الحرارة، مجرد انه محتاج سخونة جامدة لمدة وجيزة. شوف دلوقتي طبق الحلو بتاعنا لانه خلاص ما بياخدش وقت زي ما بقول لكم. الله، الريحة والشكل خطيرين. الريحة ما اقولكوش الحقيقة، ريحة الكاستر وريحة الكراميل وريحة البلح وريحة الموز كله طعمه